البعقل الذي اكتسى حلة جديدة احتضن ديربي الغرب بين مولودية وهران المدعمة بأنصارها وجمعية شلف برسم الدور الثمن النهائي من منافسة كأس الجمهورية. مولودية وهران ومنذ الوهلة الأولى تمكنت من التحكم في زمام الأمور وفرضت سيطرتها على نسق اللعب. وفي الدقيقة 12 المهاجم بنيطو يفتتح مجال التهديف بعد عمل ممتاز من سباح. بعد هذا وصلت المولودية حملاتها الهجومية التي أقلقت كثيرا دفاع جمعية شلف التي حاولت الاعتماد على الكرات الثابتة التي لم تجدي نفعا أمام تكتل الدفاع وبعض المحاولات بين الفينة والأخرى، ولكن لم تشكل خطرا على مرمى المولودية التي كادت أن تضاعف النتيجة في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول عن طريق سباح بهذه الرأسية وبنيطو الذي جانبت كرته العمود، لينتهي الشوط الأول بتفوق مولودية وهران بنتيجة هدف دون رد. المرحلة الثانية حاولت جمعية شلف التقدم إلى الأمام ونقل الخطر إلى مرمى المنافس، ولكن وجدت استماتة دفاع وحارس المولودية. وفي الدقيقة 68 وبعد تنفيذ ركنية المدافع زيدان يضاعف النتيجة برأسية سكنت مباشرة شباك الحارس غالم. بعد هذا كاد البديل هشام شريف أن يعمق الفارق. جمعية شلف لم تستسلم للأمر الواقع وكادت أن تقلص النتيجة عن طريق البديل جعبوط الذي أبعد كرته المدافع سنوسي إلى الركنية، ثم بنطوشة يسدد وكرته فوق العارضة الأفقية. وفي الدقائق الأخيرة من زمن المرحلة الثانية الحكم نسيب يشهر البطاقة الصفراء الثانية في وجه المدافع يوسف معمر، لتنتهي المواجهة بتفوق مولودية وهران بنتيجة هدفين دون رد أمام جمعية شلف. احنا جينا مش نقولوا جينا باش نهزموا، جينا باش نلعبوا مقابله ولجا الفوز ولما لا، ولكن ما من الانهزام هذا ما نحبسوش هنايا، نبقاو مازالوا عندنا مقابله تاع البطوله اللي خلونا ان شاء الله نخرجوا من الازمه اللي رانا فيها ان شاء الله. انا سي كومون جيري الماتش، لعبنا كي وقتاش حبينا، اكسيليرينا واش حبينا، ردينا اللعب الاخر زعما صراحه، وظنيت باللي اليوم الجمهور شاف الفارق تاع المستوى تاع ذوك اللاعبين.